السلام عليكم. هاد الطوموبيل هادي كان فيها الضو هابط، البولات كلشي شاعل، وداكشي كنا باغيين نديرو ليها اللاد، الساعة ما جاناش في الفيش، ولكن مني واجهنا مع الطريق بان ليا الضو طايح، واخا الريكلاج ديال الطوموبيل طالع، الريكلاج خدام كطلع وتهبط، ها هو ولكن طالع على حدو، ها هو راه كيطلع ويهبط، راه حيت فيها الريكلاج مانيال، ها هو الريكلاج، ها هو الريكلاج، راه السيبوستا كاين هذا، هذا ديال الطلوع والهبوط، هذا الريكلاج ديال الطلوع والهبوط، وهذا هذا ديال هكا اليمين ولا اليسار، ها انتوما لاحظوا معايا دابا اللي تدوز الطوموبيل، وخاصك تدي الطوموبيل فشي بلاصة تكون مقادة، شوفوا دابا الضو واش غادي يبدا يدير، راه طالع، راه كيطلع، حيت كان فيه الضو محدور بزاف، سلام، إلا لاحظتو دابا راه مزيان، دابا حيت كان حيت كون كان قدامنا شي حيط، غادي يبان ليكم هداك الخط، ولكن دابا على حساب خاص الكود كيضرب 30 متر تقريبا، دابا راه تقريبا راه 30 متر، ولكن كضرقو الفار لاخر، كتريقل بالواحد، دابا هاد العملية نفس الطريقة غنديروها للاخر، غنضرقو دابا هذا ونزيدو في الريكلاج في الاخر، هذا راه بان ليا راه مزيان دابا، حيت هذا خاصو يكون محدور واحد شوية، وهذاك اللي من ليه يكون طالع، لا العكس، دابا هذاك اللي من ليه خاصو يكون هابط، وهذا يكون طالع باش في الطريق. هذا اللي في اليمين كيضوي فهاديك الزاويه الميته اللي في الطريق، وهذا اللي في اليسار باش ما يعميش الناس اللي جايين قدام، كيكون محذور، والاخر طالع عليه واحد شويه. ها هو دابا جينا للجهه الاخرى، كما قلت لكم هذا خاصو ما يكونش طالع بزاف، راه كيطلع راه كيطلع راه كيطلع راه كيطلع، صافي دابا راه مزيان. عاد باش يدور اليمين ولا اليسار غنزيدو به واحد شويه في الطريق باش يبان لينا داكشي مزيان. قلت لكم هذا راه ديال الطلوع والهبوط، وهذا ديال اليمين ولا اليسار. بعد ما ريقلنا الكود شو الفار فين ضارب، ها هو، وهاد الشيء دابا ساهل، ملي جيت كنقلب البوله ما راكباش مزيانه، البوله ما مركبيناش مزيان، غنحيدها نعاود نقادو ونشوفو الضو كيفاش غيولي، البوله كانت راكبه بحال ما هكا، هي نورمالمون خاصها تكون بحال ما هكا، شوف الفيلامون دابا كيداير، وشوف دابا الفيلامون كيداير، خاصها تكون بحال ما هكا، هاد البياسه هادي، هادي كتلصق في واحد اللعيبه، مايمكنش تركب لك بحال ما هكا، ومايمكنش تركب لك بحال ما هكا دايره ولا، كتركب كتبقى عوجه، حيت هاد النويف هذا كيدخل في واحد البلاصه باش كيعطيك حتى الضو مقاد، شوف الموتور تا هو كيشطح، صاي دابا غادي نركبوها في البلاصة ديالها، هاهي التركيبة ديالها دابا، شوف الفيش كيفاش ولا، حيت بلاتي حيد الفارو ديري، شعل، دابا عاد ولا كيضرب الفوق إلا لاحظ، هاد البولة كانت كضرب هنايا، شو دابا، سير، النهار تبارك الله، شو الطريق كيفاش ولات كتبان. شو دابا الطريق كيفاش ولات شتيها، راه حيت حابسه انا ديك، حنا غنديو الطريق نيشان باش نوريو، وما كنساوش نردو الكاش هذا الكاش بوزيير على الغبره، حيت الا دخلت ليهم الغبره راه كتمحنهم وكيولي الضو عيان، وهادو راه خاصهم يتستيكيو، راه عندي واحد الفيديو كيفاش كتستيكي البارابولات من بعد ونستيكيو، هذا يولي الضو واعر، ها هو الضو كما كتشوفو، راه ولا تبارك الله ناضي، هادي راه طالعة دابا، راه كان كيشوف لتحت، ما كانتش كتبين اللعبة ما كتبين، شو دابا تبارك الله كيفاش، راح الطريق شو دابا، شو الفار فين كيضرب، ضارب في البوطو، ولكن في التصوير واخا هكاك ما كيبانش، حيد الفار وديرو، دير الفار، دابا كيبان، والريكلاج راه خدام كيطلع ويهبط داكشي، حنا غادي نمشيو قدام شي حيط باش نوريوكم. باش غادي نوريكم كيفاش كيطلعوا، دابا راه ولا ناضي تبارك الله، راه كتبان الطريق هي هذيك، شو هذاك الشيء كيفاش كيبان، دور دور بحال باغي تدور، باغي تدخل تماك، بلا ما تهود حتى لتحت، ها دور،
صافي وقف وقف. شو دابا كيفاش دير الكود؟ دير الفار، دير الكود، راه داك الخط اللي قلت ليكم، راه شتي الخط، هبط الرجلاج. لا دير الكود وهبط الرجل، رابط رابط رابط، طلع راه طالع. راه كاينين هذوك الخطوطة، ولكن حيت البارابور فيه هذوك الشراطي وداك الشيء كيبان لك الضو مشتت، ولكن راه الشريطات، راه الا ما كانوش هاد الشريطات راه ما كاين والو، راه دابا ما كيبانوش مزيان. طلع صافي، راه مخير دابا. وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا، راه كاين شي واحد كان سولني واحد المره كنت ركبت البالي وداك الشيء، قال لي كيفاش كدير الريكلاج. ايوا هذه هي الفرصه، هي ورينا كيفاش الريكلاج. دابا راه ولا مزيان الضو، راه ولا مخير، داك الشيء راه ناضي. نتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، والسلام عليكم.